أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جلس أهل الميت للعزاء في البيت ثم ذهبت إليهم للعزاء، فهل أكون آثم؟ هذا يترتب على أنك تشجعهم، إذا رحت تشجعهم وتقرهم على هذا، والأحسن تروح في غير اجتماعهم. لا بد تعزي المصاب، تروح في غير وقت الاجتماع، تروح للمسجد ولا لمكان العمل ولا في الإدارة ولا في المتجر، تتحين فرص وجود المعزى في غير الاجتماع. نعم. صلى الله عليه. ولا تتصل عليه بالجوال أو بالهاتف وتعزيه، يحصل المقصود. نعم.